شكرا شكرا تحقيق 24، شكرا سي يونس على واحد السؤال اللي عشتو اللي وضعتي عليا وكنت فايت لي انا عشتو سنين، وهو القربوز، كلمة القربوز اللي كتقال في الداخل ديال المغرب والسوسي في الشمال والشلح، هذه غالبا أغلبية ديال هذه المصطلحات اللي كيتقالوا راه هذا يدل على مغربنا وتمغربية ديالنا، لأنها كلمة القربوز اللي كتقال على الريفي على شنو كيتقال عليه وعلى الجبل القفوحي شنو كيتقال عليه وعلى ولد كازا اش كيقولوا عليه وداك الشيء، هذا هو اللي كيجعل بأنه ملي كيودن المؤذن كيوقفوا كاع الناس مع بعضياتهم وكيحيدوا داك الشيء كيخليوه مع الصباط. كلمة القربوز سمعتها سنين وانا كنسمع السوسي يعطيني فلوسي في طنجة وقدح، عرفتي هما كيعرفوا طنجة وعارف شنو هي قدح اللي كانوا كيضربوا من هنا، وجات واحد الوقت نيت كيضربوا حتى اليهود من هنا اذا كتعقل، انت ما تعقلش واقيلا ولكن كاينين شي وحدين، وهذا الشيء هذا كيجعلنا بانه حنا كأمم مثل أمم أخرى مكمولين، سومز ان بوبل كومبلي. وجا عندي هنا واحد السيد واحد الصباح وقال لي هاد الديور اللي هنا مبنيين كاع في هاد لافالي دا مل باسكو سون تخي بيل جولي دي بيل فيلا الوغ باغفوا ميم دي بالي باغفوا اللي ما كي 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 نون با باري او سونتر دو باري تو يا باغفوا دي بيتيت ميزونيت ولا بروكسل كي سون فريمون اللي هما سا ليس ا ديزيري. وهنا في هاد لافالي دا مل الحمد لله متميزه بهاد الديور وبالصور ومصبوغين مزيان، وسولني قال لي هاد الدور هادو ديال من؟ قلت له ودي هادو ملي شفتو شويه بان لي فيه بانه ان بو اوتان فهمتي، قلت له ودي بقيت كنشوف فيه مزيان، وقلت له انت منين؟ قال لي انا من مولاد حريز نواحد الرباط داكشي هذا. الوغ جي في فهمت بانه ديجا عنده واحد الفكره على هذاك سو كون ابيل هذوك اللي عندهم المحلبات واللي عندهم البيسريات. قلت له الدور هادو راه ديال شي ناس كيجيو من عندكم من الداخليه انتوما من كازا والرباط وكيجيو يدوزو هنا السيمانه ديال العيد الكبير، هادو هما ديك الكرابز اللي عندهم المحلابات ومول ستانكو فوالا. ولكن من بعد فسرت لك السيد بانه هادوك الناس اللي كان كيتقال عليهم في واحد الوقت بانهم كرابز راه اوجوردي يا بوكو كي اون دي كول بلان دي شوميز افيك دي كرافات كي سون ديغيير دي بيرو اي كي سون دي كران دي تري تري كران جيستيونير دونتربريز، اللي هو ما تنساش بانه نيت الحكومه ديال المغرب اليوم الاغلبيه ديال الناس ديالها راه هما منسوس، لانه علاش هاد السواسه كيفاش كيوقع لك الشيء؟ كتوقع بانه كيولي الانسان تلمو محقور في الاول وكيتنوض فيه ديك الحماس وكيوليو عنده طموحات وكيحققهم من بعد وكيوصل لواحد المستوى، وهذا الشيء هذا كنفو با دير بانه سي نيجاتيف سي بون كيلكو باغ. انا فرحتان ملي كنت كيقولوا لي السوس يعطيني فلوسي في طنجة في الاخر ديال الخمسينيات والستينيات، وكنتخاصم ولا كندابز مع الدراري قدي ديال 5 سنين 6 سنين، والوالد ديالي الله يرحمه اريد لي تيني راك ودان انت ما تزازكيت ابلا سوسي انت سوسي، وكيوريني واحد التليفون كان عند الوالد ديالي الله يرحمه في سيتي ان بيوراليست اللي كانوا كيجيو عنده كاع داك اصحاب الدرب يجيو يعيطوا في التليفون داك لا تيت دو فاش اريتيني هاسين كني يسوسينا نكا باو مازيغ سي تيرم لا هاني كني نوف كلو غين يضني ليا كيتيني السوس يعطيك فلوسي شكون كني تلازان في التليفون يزيد على الضو الى لي على انتيريبتور مدي ريغارد سمع قيماني كنكا نطف دونك كي مونكوراجي إنا كي راه كنا نسقي وسقيت سوسي ماشي السوسي تنزل لا انا السوسي دونك هذاك الشيء اللي طلع فيا الوالد ديالي الله يرحمه اي فو تيتر فيير دو سكو نو سوم سي فغي كو جاكسبت لوتر افيك سون هومور مي ايفيدامون اي دوا اوسي اكسبتي لو ميان تي فوا هذا هو انا بغيت نضيف واحد التدخل لما قاله على هذا الموضوع ديال القربوز. انا بغيت نثير انتباه الى كلمه قربوز، يعني الاساس ديالها جا في واحد نمط معين ديال التاريخ ديال المملكه المغربيه في الاوائل ديال القرن، فاش السواسه مشاو في العشرينات والثلاثينات للدار البيضاء، وذاك الوقت كان كيتقال لهم قربوز، وهذه الكلمه جات في واحد السياق اللي
كانوا كيتقالوا بعض الكلمات لبعض النواحي، لانه حتى في الدار البيضاء كانوا كيتقالوا الصبليوني الحفيان، ولا الافارقه السود كانت كتقال لهم كلمات اخرى، وكانت كلمه قربوز يعني كانت في ذاك الوقت كتعني واحد شريحه معينه من السكان اللي جاوا من سوس وتعرفوا بالعمل ديالهم في الدكاكين وفي البيسريات الى اخره. اليوم المملكه المغربيه والشعب المغربي تطور بدرجه كبيره، ولات وهذوك الناس اللي جايين من سوس اللي كيقولوا الشلوح ولا القرابز، يعني بحكم العمل ديالهم الدؤوب وبعد سنين وسنين من التعايش مع الاخرين، لانهما مشاو من الجبال الاطلس الصغير، حيث احنا في الاطلس الصغير، مشاو عاشوا في الدار البيضاء، و 99% فيهم لا يتقنوا اللغه العربيه، يعني حتى تعرب زور السن. دا السيد صغينا يكشم غير يغلب بيسري اري الزنزاري استخدم الدن اللي بالنسبه ليه لغويا اجانب وخا مشارك نفس الوطن، وبداو هاد الناس كيتعاملوا ومنذ سنين وسنين. اليوم النتيجه اللي وصلنا لها اولا انهم ثبتوا وجودهم، سو سون امبوزي على الصعيد الوطني. اليوم ذاك القربوز اللي كان البارح ولا اليوم عنده، ولا المواطن المغربي تيشوفوا فيه واحد الشوفه ايجابيه، واحد الشوفه ديال واحد المواطن اللي تيلعب واحد الدور كبير في الاقتصاد الوطني، وخصوصا مع الطبقات الشعبيه. وكمثال على ذلك، دائما في العيد الاضحى ملي هذوك الكرابز ما بين قوسين تيجيو لبلادهم، المواطنين البيضاويين ولا الرباطيين ولا القنطريين ما بقاوش كيلقاو الحليب ولا كيلقاو قهوه محلوله ولا كذا، يعني ولاو لاعبين واحد الدور حتى من ناحيه الاقتصاديه ديال البلاد، وزادوا تطوروا واندمجوا. القوه ديالهم وانهم قوه الاندماج في المجتمع، واليوم كنجبرهم في جميع المستويات، في التجاره، في الصناعه، في العلوم، في جميع الميادين. وانا شخصيا فاش كنت في الستينات يعني في مدرسه ابتدائيه في الدار البيضاء، كنا كنسمعوا هذا النوع ديال 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 الملاحظات، النوع ديال الكلام مع الاصدقاء اللي من تينكني اعراب كيقول لك انت قربوز ولا كذا. حقيقه كنا كنحسوا بواحد النوع ديال النقص، وواحد النوع ديال النقص من هذه الناحيه، وهذا كان واحد الحافز باش يجعلنا نديروا مجهود اكثر باش ندمزوا اكثر وباش نثبتوا، يعني نفرضوا وجودنا داخل واحد المجتمع، سواء بالاجتهاد ديالنا في الميدان التجاري ولا في التعليم ولا في الوظيفه ولا في اي كان. الى درجه انه اليوم وصلنا الحمد لله، السوسي عنده واحد المكانه ديالو، ما غاديش نقولوا احنا المغاربه كلنا واحده الحمد لله، ولكن باختلاف القوه ديال المملكه المغربيه، هي هذا الاختلاف اللي تنجمعوا كله غادي اون ترون كومان، واحد ترون كومان باش كنكونوا واحد البلاد اللي اليوم سميتها المملكه المغربيه وغاديه الى الامام. وهذا ما كان والجانب النفسي، هذاك اول حاجه بعدا، هذاك الانسان اللي غادي يسمع ديك الكلمه خاصو يمشي يشوف شي طبيب، ان بسيكاتر ولا بسيكولوج بوغ ليدي، لان انا اليوم غادي تقول لي جو سويز ان افريكان، جو في با تو دير نو جو سويز ان سويدوا، ولكن كاين واحد اللي غتقول ليه الكحل ولا مصداغ ولا هذا تقول ليه شلح، يمكن غيتاثر لانه ما عندوش لي زوتي بور بوفوار سو ديفوندر. انا كنقول كي فو تيتر فيير دو سكو نو سوم، وداك الشيء اللي تيقول لك واحد هذوك غا مجرد كلمات، كاين اللي غادي يقول لك البربري، كاين اللي يقول لك الامازيغي، كاين اللي غايقول لك الشلح، كاين اللي يقول لك السوسي، كاين اللي يقول لك القربوز، لان حتى هو هذاك هما لي زوتي اللي جبد من راسو ما عندوش ما يقدرش ما يعطي. الوغ سو كي فو c'est un petit peu justement avoir le juste milieu باش كله، وهذا كله يدل على تا مغربيت لا فورس دو ماروك. هذا جبلي، هذا سوسي، هذا ريفي، هذا حساني، هذا يهودي، هذا شلح، هذا سوسي، سي سا كي في لا فورس دو ماروك افيكتيفمون. لان انا قلت لك ملي كيأذن المؤذن كيتصفق له السماء ويعتدلوا، كلشي كيصلي، ولكن يمكن الاله ديالهم ماشي بحال
كل واحد كيف المعتقد ديالو كيفاش كيشوف الامر واحد اخر، وكاين اللي غادي يقدر يشهد بالزور، كاين اللي ما يقدرش يشهد بالزور، كاين اللي هو عنده عادي يسب، كاين اللي هو عنده سميتو واحد ديديكاسيون اللي هي عنده قبول الاخر، وهذاك هو اللي كيعطي لا فورس جوستومون ديال المغاربه. لا يمكن غادي يقدروا يوصلوا اللي هو مقدر على واحد الامه راه غادي يدوزوا على واحد المجتمع، ولكن اظن انه هذه الكلمه هذه وهذه الحقره وهذه يمكن هي اللي جعلت هاد الناس يكونوا عندهم بحال اللي قلت لك في الاول، يكونوا عندهم طموحات وتكون عندهم يكونوا متشددين بالحياه ياك، ومخدمين العقل ديالهم جوستومون باش يوصلوا لواحد الهدف اللي هو اذا كنت انا محقور اليوم راه كندير جهدي باش نوصل، عاوتاني ملي كتوصل راه يمكن تحقر واحد اخر. حتى حنا ما تنساش بانه اريد لينتين يمكن غير هنا العرب وريقي هو كايش الحي ارسل لي تين حتى غير منه وتوال منه وتكل يا وكان اللي كيجعل الانسان يوصل لواحد تكون عنده طموحات وكيحققهم هو الدافع ديالو، هو ملي كيلقى صعوبات ولوم الي سي توجور كيلكان كي ديفي ميم لا ناتور بارفوا لوم لا ديفي اي جو بونس كو ديك سميتو اللي عندنا حنا اي مازيغ ديك القوه اللي عندنا وديك هذا التربيط اللي دني وين كنير لجدود دولين اي اون سي فير لا ديفيرونس انتر ليكونومي لا فينانس كتسنس علاش كتس مازير تنغ يفقرني اللي كاين رحم ربي يزيد لي تزن غير لي كل التماغ كله في الدنيا هاد السوق التماغ هاد السوق في زوران هي قريت لك نزاوين سدارت لك نقيد الزون ها ايوا وكان غير كودا انت وكان اللي غلك من البعض اللي كيجاز ربي يصل الخير منهم العائله نيتو خنوش منهم العائله الحصاد منهم العائله ابو ايوب منهم العائله المزيلي منهم العائله البوفتاس منهم الفرداوس كلو غود كلو تنزويا دي جون اي اوبليي لي ميور ما تسكن الصغرى انت الونس الصغرى انت الونس في كاس في كيناس الوسائل في كيناس ايماس لي زوتي باش غادي يصدرن هاد الكم غير هاد اللي سجل الوالدين نسن، واعتقد انه الامم كلها هكا، وكان الخير هاد انت الملكة تيزي وين قالت الخدمت نفك يتمازيرت لنا، يمازيغ غير هاد الثني اذا كاينين غير تغوصا، والبارك قلت له ولي طافني لا دوبل ناسيوناليتي، تا مازيرتني واي غير دار الامور، غير دار الزكيوسا، غير دار الزكرزا، غير دار هاتي ساي قال الام نيو، تا مازيرتنيو، كوغنيغ تا مازيرتي قالت المغرب كلو، ها؟ إلى نمد. قال اوفياء قياد لي يا قاف قال اول اكل معلوم اول يد لي يا كلهم بلاد لي تيلينين الغرب غيلا اسين نتو كان قاولت لكم الوقت نسى تاش كان السما جرت نسى نرقيز بنان نرقيز استثمار ولا لا نقول لي بنانين سكيوس دوز قمي دون سمزقيل كاين غير سمو الزبره وسفان لوحن الزبر دون نفاسين ولكن الناس تظن السماجات الناس الى الوياض اللي زوينين الافكار وين الزتيغاوس وين يتمازير ساز سير حتى الناس غير لا الوامان الى غراس الى الانترنت الى الطاقه الشمسيه غود كلو اللي جوج كان يستثمر في سماجات الناس هاد السي ستادان سروان الناس اشكون كاين راه لقيت المراه يتمازير كلو كلو هادو هما الطموحات ديالنا الكلين بقى نقال الكربز هي كلمه الكربوز كيقولوها ولكن دابا ما بقاش بحال قبل يمكن دابا باقيه واحد 0.5% من الناس مازال كيقولوها ولكن حتى حنا عندنا مازال واحد 0.5% كي نو بونس با ميو وهاد الناس هادو واش غادي نقول لهم؟ نقول لهم راكم خوتنا وحنا اليوم راه عندنا زمام الامور نمشيو بلادنا وغادي نوريكم بانه ذاك القربوز اللي كان كيمشي للمحل ديالو افيك ان سيغتان avec un certain bénéfice à la fin de l'année ou qui a le crédit ou qui cherche qui tenir le blad ou qui rejette le blad ou qui barre واحد العدد ديال الولاد المغاربه قبل الكريدي مثلا راه اليوم وصلت واحد الوقت باش نقول لكم راه داكشي اللي كنا كنمشيو من الاول ديال الستينات ولا الاخر ديال بعد الاستقلال ها اللي كان شفتوا الامور كيفاش كاينه وكيفاش انها هي راه بهذيك الامورات هذيك ديال ذاك العقل وذاك الفكر ديال التكنوقراطي لا ديفيرونس جو بو دي ايكونوميكمون اي فينانسييرمون غادي يديروها اليوم هادو اللي كانوا كيتقالوا عليهم الكرابز اللي هما ايفيدامون جزء لا يتجزا من المغرب كلنا وراء خطوات صاحب الجلاله غير بعض الافكار اللي قلت لك 0.5% ديال هاد الناس اللي كيقولوا داكشي هذاك كنقول لهم ودي بانه راه غتاخذوا حتى نتوما توليو معنا كمغاربه وتاخذوا راحتكم وبخير وعلى خير وغادي تكون لينا وليكم واحد الحياه نبيله.